الله، مش انا لسه سايبك تحت؟ اطلع لك في كل حته. طب اطلع على اوضتك يلا. هو انا عندي اوضه؟ قصدك اوضه مايا اللي انا واخده فيها مساحه قد كده. يا روحي، احنا بدأنا في الشغل ده؟ ماشي، اما تكبري هيبقى ليك اوضه لوحدك. ما انا كبرت اهو ومحدش ملاحظ، ومايا كمان كبرت، بس ممكن تقول ان في فرق ما بين الكبير والصغير. من امتى وانت بتتكلمي في السياسه؟ ما كل حاجه سياسه يا مروان، الاكل والشرب والسكن والمواصلات. الكلام بتاعك. الكلام بتاعي؟ سمعتيه فين بقى بقول الكلام ده؟ انت بتكلم واحد صاحبك. المهم، انت مش دلوقتي بتدير البيت؟ انا بقى عايزه اوضه لوحدي. حاضر، هراجع الموضوع ده وارجع لك. طلبت من الاداره اللي فاتت ان احنا تزود لنا في المصروف وما تزودلناش. الاداره اللي فاتت؟ شكلك هتتعبيني. شكلك هتتعبيني. حاضر يا منى، هراجع الميزانيه وارجع لك. يا لهوي، شكلك بتتكلم زي مختاريته. اوعى تكون ناسي ان انت اسمك مكتوب بالقلم الرصاص. بص يا منى، انا عايز اقول لك على حاجه. اللي على الشط غير اللي على البر. اللي على الشط غير الحته التانيه دي. ايه؟ يعني اللي على الشط عوام. ايه؟ يعني لما بتمسكي المنصب وبتشوفي مسؤولياته بيبقى ليكي حسابات تانيه خالص. انا عارف ان انت ما كنتش قدها. انت ما كنتش قدها. انا عارف ان انت ما كنتش قدها. بالعكس، انا فرحانه قوي بالتحدي ده، وحاسس ان تجربتنا دي ممكن تلهم كل البيوت اللي حوالينا ويقلدونا. انا كل اللي انا بقى عايزاه من تجربتك الجميله دي زياده في المصروف واوضه جديده، وانا هتكل على الله. ماشي يا شبح، ماشي. يلا. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.